ثم أما بعد، فنستأنف حديثنا بحول الله حول علم أصول الفقه، وندخل الآن في البناء على ما مضى. كان الحديث في الدورة السابقة عن هذا العلم موضوعه وطبيعته وفائدته إلى غير ذلك مما يتعلق بتعريفه، ثم كان الكلام بعد ذلك مباشرة حول أول باب من أبوابه، وهو باب الحكم الشرعي تكليفيا ووضعيا. وكان الكلام بشيء من الاختصار حول الحكم التكليفي والحكم الوضعي والعلاقة الرابطة بينهما. نتقدم قليلا بحول الله اليوم، فنتحدث عن هذا الذي يصدر عنه الحكم، وهو الحاكم الذي هو وصف لله جل وعلا رب السماوات والأرض. فكل المصنفين في علم أصول الفقه، ومن بينهم إمامنا الذي ندرس كتابه ونقرأ صفحاته وهو محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، كلهم هو يحكي هذا، يحكي هذا الإجماع، مجمعون على أن الحاكم هو الله بلا نزاع، لا خلاف في ذلك بين أهل السنة جميعا وغيرهم أيضا من الطوائف التي هي من أهل القبلة أو التي تجمعنا وإياهم القبلة. والغرض عندنا أساسا في الخلاف في هذا الأمر، أي نقصد اتفاق الأشاعرة والمعتزلة الذين هم مدار الخلاف في الأمور الكلامية في علم أصول الفقه، فكلهم مجمعون متفقون على أن الحاكم الله، وإنما الخلاف والنزاع عندهم في قضية واحدة كانت مثار جدل في علم الكلام وفي علم أصول الفقه لارتباط العلمين في هذه المسألة، وهي مسألة الحاكم بما هي متعلقة بالحكم التكليفي والحكم الشرعي عموم. النزاع عندهم في المسألة المشهورة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. مسألة التحسين والتقبيح العقليين ترجع إلى أصل من أصول المعتزلة في أن العقل مقدم على الشرع وعلى النقل، بمعنى ما معنى التقديم، يعني هو التقديم عندهم بعض الأحيان يظلمون، صحيح قد يكونون على غير الصواب في كثير من الأمور وعلى غير ما عليه السلف، هذا أمر معروف، لكن أحيانا قد يزاد عليهم ما لم يقولوا، خاصة في هذه النازلة الإنسان ينبغي أن يكون نزيها وينبغي أن يكون لبيبا، فبعض الأشياء مثلا إذا نسبت إليهم وصحت قد تكون من الكفريات، ومثل هذا لا يمكن أن ينسب إلى رجلين مثل الزمخشري صاحب الكشاف، وهو رجل اجمع الناس على ورعه وصلاحه، أمور الاعتزال في عقله شيء آخر، ذلك ما فهم وذلك ما قاده إليه عقله، لكنه اشتهر بما سمي به وبما لقب به بجار الله الزمخشري، كان مجاورا بالبيت الحرام عابدا متعبدا، وكان من الصالحين رحمة الله عليه، ولذلك كتابه في التفسير فرض نفسه على أهل السنة والجماعة، ولا أحد من المفسرين الكبار إلا وقد درس تفسيره، وإلا فإنه يعني لن يستفيد من كثير من البراغيات وكثير من التدقيقات في المعاني، حتى إن كثيرا منهم يعني رجع إلى تفسيره وأخذ منه دون ذكر اسم المصدري، يعني لأنه يخشى أن يقال له أخذت من مدرسة الاعتزال. لا، ولا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى وأمره إلى الله عز وجل بعد ذلك. يعني انذكر هذا، والمعتزلة مدارس، يعني ليسوا مدرسة واحدة، فيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم المغالي الذين يغالون في إعمال العقل إلى درجة فعلا مقرفة، وفيهم المعتدلون. فنرجع إلى أصل مسألتنا، يعني حينما قالوا بأن العقل مقدم على النقل، فإنما يقصدون أن الله عز وجل قد أناط الأحكام بالعقل، قد أناط أي علق الأحكام بالعقل، وإذا كان ذلك كذلك فإن العقل محكم إذن حتى ولو لم يرد الشرع،
واخا ما جاش الشرع خصنا نخدموا العقل. والدافع الى ذلك عندهم امور كثيره في الفروع، من بينها حكم اهل الفطرة، وهم الذين ماتوا قبل البعثه المحمديه. اناس كثير هلكوا وماتوا قبل بعثه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وردت الاخبار بانهم نعوذ بالله في النار، نسال الله العافيه، بما عبدوا من الاصنام والاوثان. والعقل والشرع لم يخاطبهم، ما ورد عليهم خطاب من الشرع، فكيف يعذبون بغير رسول او بعثه؟ فالحل عند المعتزلة قالوا العقل، هم محاسبون إلى مقتضى عقولهم، لأن الله خلق العقل في الإنسان، وهذا العقل يعني يفيد أن هذا الأمر قبيح وأن هذا الأمر حسن، فإذا فعل الحسن بمقتضى العقل مدح، وإذا فعل القبيح بمقتضى العقل ذم. هذا مجمل القول على الإجمال بدون تفصيل في الأمر التفصيل، لكن نجمله حتى يعني نعطي صورة عامة، ثم بعد ذلك نفصل بحول الله. أوائل الأشاعرة ردوا رد فعل عكسي، والأشعرية أيضا كما ذكرت مرارا، أشعريات فرق كبير بين أشعرية أبي الحسن رحمه الله واضع المذهب ومؤسسه صاحب كتاب الإبانة عن أصول الديانة، فرق كبير بين أشعريته وبين أشعرية الإمام الجويني أبي المعالي أو أبي حميد الغزالي، فرق كبير. كثير من الأمور في العقائد ما أولها أبو الحسن الأشعري، ما أولها، وكتاب الإبانة ما يزال حاضرا بين أيدينا، بل كان على عقيدة أحمد بن حنبل ينتصر لها بصريح العبارة في الكتاب، إلا أشياء قليلة جدا، وقد ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم على رأسهم ابن تيمية رحمة الله عليه. والباقلاني كان أقرب إلى أبي الحسن الأشعري، أبو بكر الباقلاني كان أقرب إلى الأشعري فعلا. ثم جاء الجويني وشرع التأويل، هو الذي بدأ التأويل في المذهب الأشعري، وغرق فيه تلميذه أبو حميد الغزالي رحمة الله عليهم جميعا وغفر لنا ولهم. فصار الناس في الأشعرية مدارس، مدرسة على الجوينية، هذا اصطلاح عبد ربه أنا أضعه، وسميها الجوينية، وهي ضرب من الأشعرية، نوع من الأشعرية. بعضهم صار على ذلك من أئمة المغاربة والمالكية بالأندلس وبالمغرب، وبعضهم لم يصر ولم يسير على ذلك، بل رجع بالعقيدة إلى أصولها الأشعرية. ومن أولئك كثير كابن عبد البر رحمه الله، وكابن أبي زيد القيرواني، وكابن جوزي الغرناطي، وكالإمام الشاطبي، كثير ممن حافظوا على الأشعرية الأصيلة أو رفضوا الجوينية. فإنما المقصود بهذه الإشارات بيان أن الأشعرية أيضا تطورت عبر التاريخ، وتأثرت بالفلسفة وبالتأويل الكلامي، ولكن فيها وفيها. لهذا كان في الأشعرية غلاة أيضا، وكان فيها معتدلون، وما ينبغي أن نخلط في الأشعرية بين جميع الأصناف، وأيضا نطبق عليهم القاعدة القرآنية التي ذكرتها في حق المعتزلة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذا الكلام كما ينطبق على هؤلاء ينطبق على غيرهم من الروافد والشيعة عموما أيضا. فرق كبير بين الإمامية الجعفرية وبين الزيدية مثلا، التي على مذهبها نشأ صاحبنا الشوكاني الذي ندرس كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،
قد كان زيديا في أوائل شبابه إلى يعني إلى تقريبا إلى كهولته، ثم في تقدير المتواضع صار حنبليا، حتى إنهم يعني كانوا يتندرون بالزيدية فيقولون هم شيعة السنة وسنة الشيعة، لأنهم جاءوا في الوسط وقالوا بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، يعني ما أنكروا إمامة أبي بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا عثمان ولا علي. طبعا هذا علي رضي الله عنه وكرم وجهه رضي الله عنه أجمعين، يعني هو يعني إمامهم الأول مفضلهم، ولكن قال يجوز أن يتولى المفضول مع وجود الفاضل، يعني أجاز أن يكون هنالك يعني شخصان أحدهما حسن والآخر أحسن، فيولون الحسن ويتركون الأحسن رعيا للمصلحة وحقا للدماء. هؤلاء هم الزيدية أتباع الإمام زيد رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كلام يعني معتدل. أما غيرهم كالإمامية فما قالوا بحسن وأحسن، لا، قالوا بحسن وقبيح. معاذ الله أن يوصف الصحابة الأخيار الخلفاء الراشدون بالقبح وبالردة أيضا مع الأسف الشديد، يحكمون على أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم كثير بأنهم ارتدوا عن دين الإسلام، ويقولون فيهم المقالات العظيمة التي يعني ترتعد منها الفرائس وتوجل منها القلوب. فإذا يعني أيضا ما نسوي بين هؤلاء وأولئك، فالأقرب خير من الأبعد قطعا. فنرجع إلى أصل المسألة، من الأشعرية من أنكر التحسين والتقبيح مطلقا، فصلت هذا أو قل بالأحرى استطردت هذا الاستطراد لبيان أن يعني نسبة بعض الأشياء إلى الأشعرية مطلقا لا يصح، وإنما منهم من قال لا تحسين ولا تقبيح، بمعنى أن العقل لا يحسن ولا يقبح، أي أنه لا يدرك الحسن والقبح في الأشياء. هذا الشيء نحاول نبسطه ونشرحه بشكل أبين بحول الله عز وجل على قدر الطاقة. فالذين يقولون بالتحسين والذين يقولون بعدم التحسين، يعني الغلاة من هؤلاء والغلاة من أولئك، نجيب الطرفين النقيضين باش يبان لنا المقصود، عاد نجي بعد ذلك للوسط المعتدل. فالذين يقولون بالتحسين والتقبيح يقولون إن الأشياء قد وضع الله فيها أشياء تدركها العقول فتدرك أنها حسنة أو تدرك أنها قبيحة، أي ما من فعل وما من شيء إلا وفيه خواص طبيعية خلقها الله فيه جعله حسن أو جعله قبيحا. مثلا ضرب مثال بالأمور الحسية كالوردة مثلا، خلقها الله على هيئة تدركها العقول على أنها هي الجاهل عينه، ولا حاجة في ذلك إلى الدين، هذا المعنى، أي أن العقول تتفق على ذلك سواء كان الإنسان نصرانيا أو يهوديا أو ماجوسيا أو لا دين له، لا أحد يستطيع أن ينكر جمال الوردة أو الزهرة، لأن صفة الحسن خصيصة فيها وطبيعة فيها خلقها الله وجعل العقول تدرك ذلك. فإذا كان الشيء قبيحا في منظره لا أحد يقول بجماله كأي شيء قبيح، مما تتفق العقول على قبحه كالنجاسات وغير ذلك، فالعقول تنفر منها والطباع كذلك تنفر منها وتشمئز منها وتكرهها طبيعة، يستوي في ذلك من له دين ومن لا دين له، يكفي أن له عقلا. لذلك قالوا أنا ترى أن العدل، دابا نرجعوا من الحسيات للمعاني، نديروا بالدروج ننتقل من السهل البسيط إلى المركب، أنا ترى أن العدل
كل الأمم وكل الملل وكل النحل تتفق عقلا على أنه حسن. ما كانش اللي يقول لك ودي العدل هو قبيح، لا، كل شيء يقول العدل حسن. وليس المسلمون يقولون ذلك وحدهم، بل قيل في الجاهلية قبل الإسلام. أهل الجاهلية كانوا يمدحون العدل، والمسلمون يمدحون العدل، واليهود والنصارى حتى ولو خالفوا ذلك بالفعل، هذه مسألة أخرى. لكن العقل البشري بالدين وبغير الدين، مجوس هندوس لا دين لهم، الكل يتفق على أن العدل حسن. أين سيقع الخلاف؟ في تحقيق مناطه فقط، وهذه ليست مشكلة، ليست مشكلة فيما نحن فيه الآن، هي مشكلة حقيقة، لكن الآن يعني من ناحية النظرية ما عندناش مشكلة. ما معنى تحقيق المناط؟ يعني قد يفعل الإنسان الفعل ويقول أحدهما أو أحدهم هذا عدل، والآخر ما يقول له هذا ظلم. إذن ماشي مختلفين في العدل أنه حسن، لا، مختلفين في واحد النازلة يقول لك هذا هو العدل، يقول الأخر له هذا ظلم. يعني في الشيء المطبق يختلفون في الصورة المطبقة من العدل، أهي منه أم ليست منه، لكن لا خلاف بينهم في أن العدل حسن بطبعه وذاته، لا خلاف بينهم في أن العدل حسن بطبعه وذاته، لكن يختلفون في صورهم التطبيقية الواقعية. وكذلك الظلم لا خلاف بين البشرية في أنه شيء قبيح، والسرقة والكذب والخداع وهلم جرى، كل القبائح العقول مجمعة على قبحها، وكل المحاسن العقول مجمعة على حسنها. أنا نحكي الآن المذهب ديال الناس اللي يقولوا تحسين والتقبيح، فلذلك يقولون إن الأشياء التي أمر بها الله حسنة بطبعها قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع، وإنما الشرع أكد لنا حسنها، وأن الأمور التي نهى عنها الله قبيحة بطبعها، وإنما الشرع أكد لنا قبحها. فالتوحيد والإيمان والصدقة وكل أمور الصلاح ما يسمى بأمهات الفضائل، يقول هذه العقل يقر بحسنها، والشرع إنما أكد ذلك. أما الزنا والسرقة وشرب الخمر وهلم جرى فهي قبيحة بذاتها، والعقل يعني يقول بقبحها، وإنما الشرع أكد ذلك بالنهي عنها. المدرسة الأخرى المقابلة تقول هذا أمر باطل، لا علم لنا بحسن الشيء إلا بتحسين الشارع له. الشارع هنا جاي اسم فاعل من شرع، شرع لكم من الدين، أي شرع من التشريع أيضا. لا نعلم حسن الشيء إلا بأمر الشارع به، ما كنا نعلم بالعقول أن التوحيد حسن حتى جاء الشرع به، ولا أن الصدقة ولا أن صلة الرحم ولا أي شيء، ما كان العقل يعلم ذلك حتى جاء الشرع فأخبرنا به، ولا كان العقل يعلم أن الظلم قبيح، ولا أن السرقة ولا حتى جاء الشرع فقال لنا هذه قبائح فنهانا. فإنما نعلم على هذا المذهب وهو مذهب الأشاعرة، فإنما نعلم حسن الأشياء وقبحها بالشرع، والعقل تابع للشرع وليس سابقا له، عكس تماما قول المعتزلة. المعتزلة العقل عندهم سابق والشرع لاحق، والأشاعرة العقل عندهم لاحق، وإنما السابق الشرع. وقالوا هذا من غلوهم، يعني من غلو بعض الأشاعرة، وقالوا بأن الحسن والقبح ليس ذاتيين، يعني ما كاينش حسن في الأشياء وما كاينش قبح في الأشياء، فلولا الشرع لما علمنا قبح الشيء ولا حسنه. العدل ليس حسنا بذاته،
ولكن حسن لأن الله أمر به. وكذلك القبح ليس قبيحا بذاته كالزنا مثلا، ليس قبيحا بذاته ولكن قبح بنهي الشرع عنه، هكذا تقول الأشاعرة. لكن بعض الفراق منهم لا يقولون هكذا، يقولون بأن تحسين بأن الحسن والقبح ذاتيان في الأشياء، ولكن لا يستقل العقل بإدراك ذلك، وهذا هو المذهب المعتدل، وهو الذي صارت إليه منذ الوقت المبكري الماتريدية، وهي طائفة أيضا من الفراق الكلامية المشهورة منسوبة إلى أبي منصور الماتريدي رحمه الله. أبو منصور الماتريدي وأتباعه الذين يسمون بالماتريدية كانوا على مذهب وسطي، صارت إليه الأشعرية فيما بعد. فعندنا المعتزلة تقول بالتحسين والتقبيح مطلقا، والأشاعرة تقول بعدمهما مطلقا، ما كان لا تحسين ولا تقبيح. وذهبت الماتريدية مذهبا وسطا، قلت الماتريدية صار إليها كثير من أهل الكلام الأشعري فيما بعد. ما قصة الماتريدية أو هذا المذهب المعتدل الوسط؟ يقولون لا يمكن أن ننكر حسن الأشياء وقبحها في ذاتها، وعندهم أدلة عقلية ونقلية، فيذهبون مذهب المعتزلة في طرف، ويذهبون مذهب الأشاعرة في طرف آخر، فيجمعون بين الأمرين. أما الدليل عندهم على أن الحسن والقبح ذاتيان بمعنى كينين في الأشياء، الشرع نفسه والطبع، الشرع والطبع، طبع يعني الطبيعة، فالطبع والطبيعة إنما باستدلال أهل الاعتزال، نفس الأدلة، وهي أدلة يدركها العقل كما ذكرت قبل قليل. أهل الملل والنحل ومن له دين ومن لا دين له يقول إن العدل حسن، ولا يحتاجون في إثبات حسنه إلى شرع، وإنما بالعقل يكتفون. وكذلك الظلم قبيح بنفس المنطق والحجة. الله أكبر. فبالنسبة إذن لهذا المذهب الوسطي تحدثنا عما يتعلق بإثبات التحسين والتقبيح الذاتيين عن طريق العقلي، أما عن طريق النقلي فأدلتهم أيضا واضحة وكثيرة، من بينها أن الله جل وعلا تعبدنا بالعقل، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، لا خلاف في أن الأحكام التكليفية منوطة بالعقل، بمعنى أن الإنسان متى يكلف شرعا؟ بعد أن يبلغ. ولماذا أن يبلغ؟ لأن البلوغ مظنة العقل. علاش الدري الصغير لا يكلف؟ لأنه ما عنده عقل، أي عقله ليس على تمامه ونضجه، فيحتاج إلى سن معينة هي سن البلوغ لينضج العقل فيتعلق التكليف به أمرا ونهيا. ولذلك إذا فقد العقل سقط عنه التكليف، كالمجنون والمغمى عليه ومن شابههما يسقط عنه التكليف، حتى إن الناسي أيضا يرفع عنه القلم كالنائم كما في الحديث، نظرا لغياب العقل كليا أو جزئيا، في النائم غياب كلي والناسي غياب جزئي، فيتبين فعلا أن العقل هو مناط التكاليف، ولا تكليف إلا بعقل، ومن لا عقل له فليس بمكلف. ولذلك يتضح فعلا أن الأشياء المأمور بها معقولة في ذاتها، أي أن العقل يدركها، وأن الأشياء المنهية عنها معقول عدم حسنها أي قبحها،
قد يرد على البال أمر وهو التعبديات كالطواف حول الكعبة سبعان وكمواقيت الصلوات، وهذا الكلام يعني رد به على المعتزلة فأجابوا وقالوا إن هذه الأشياء هي حسنة في ذاتها لكن العقول فقط ما أدركتها، وإلا فهي حسنة قبل ورود الشرع. فالمقصود إذن أن هنالك طرفين على خطي أو طرفي نقيض، الأشاعرة والمعتزلة، وأن هنالك مذهبا وسطا يقول بمقالة المعتزلة من حيث وجود الحسن والقبح في الأشياء، لكن لا يقول بمقالتهم دائما مع الماتريدية في أن العقل مقدم على الشرع، لا، ها هنا تصبح الماتريدية أشعرية وقبل قليل كانت معتزلية، يقولون بأن الأشياء حسنة بطبعها قبيحة بطبعها لكن لحق للعقل في أن يشرع، أي أنه يجتنب وينتهي أو يأتمر وينتهي بغض النظر عن وجود الشرع. قالوا لا بد من ورود الشرع وأنه لا تكليف إلا بشرع وإلا بنقل على مذهب الأشاعرة. يقول لك حقيقة واخا ما جاش كاع الإسلام الإنسان بعقله يعرف هذه مزيانة وهذه ما مزياناش، ولكن يقول لك العقل ما عندوش الحق أن يقوم بالتشريع. لماذا؟ لأن العقل قاصر في مجال التشريع لا يستطيع. وأعطيكم بعض الأمثلة، لا خلاف في أن الخمر تذهب العقل، ولا خلاف أيضا في أن ذهاب العقل شيء قبيح، حتى إن من أهل الجاهلية من كان يفتخر بعدم ذهاب عقله رغم شربه للخمر. إذن أين الإشكال؟ الإشكال في أن الإنسان وإن علم قبح الشيء في ذاته قد يتصرف بعقله بما يظنه صلاحا وهو ليس كذلك. مثلا الآن الغرب يعني من غير المسلمين يقولون بأن السكر قبيح، السكر قبيح، وإذا يعني أجرم الإنسان شيئا ووجد أنه قد شرب خمرا يجرم، يعني سائق السيارة في القانون يعني في الغرب وفي غيره يعني إذا وجدت في فمه أو في دمه بعد التحليل المسكرات جرم وعوقب، لكن لا يحرمون الخمر ولا يمنعونها بقوانينهم، وإنما يجيزون القليل غير المسكر، بينما الشرع في الإسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام ولو نقطة. فإذا يعني التشريع جاء بالتحريم المطلق لكثير الخمر ولقليله ولو نقطة، بينما العقل جاء بجواز القليل لأنه لا يذهب العقل وإنما قد يفيد البدن على ظنهم. لكن التشريع له وظيفة أدق مما لا قبل للعقل به، وهي تعبيد العقل لله، أي أن يصبح هذا العقل نفسه عبدا لله حتى لا يصبح إلها، فهو نفسه ينبغي أن يخضع للشرع ولو لم يدرك الشيء في ذاته أو في غير ذاته، ثم يقوم الشرع بتربية هذا العقل. ولأن الله عز وجل خالق النفوس وخالق العقول هو الأعلم جل وعلا، هو الأعلم بما يصلح لهذه العقول وبما لا يصلح لها، إذ يعلم أنه لو أباح لها القليل من الشيء صارت العقول فيه إلى الغلو بعد ذلك،
لأن هذه العقول ترتبط بالأنفس، والأنفس ضعيفة تحتاج إلى لجان شرعي فتشريع تربية، والعقل لا قدرة له على التربية، بل هو موضوع التربية. فكيف لمن هو موضوع التربية أن يربي؟ بمعنى هذا تناقض عقلي، نقول الدري الصغير محتاج نعلمه، فكيف يصبح الطفل الصغير الذي هو في حاجة إلى أن يعلم، كيف يصبح في الوقت نفسه معلما فاعلا ومفعولا به؟ هذا خلف تناقض. لماذا أناط الله الأحكام بالعقول؟ لتكون هذه العقول في مقام العبدية، لا أن تصير على كرسي التشريع. وهذا كلام حسن وجيه، وهو الذي عليه مذهب الماتريدية. لا ينكرون القبح والحسن في الأشياء لأن الطبيعة تثبت ذلك، بل الشرع يثبت ذلك، الشرع يثبت. وفي القرآن ما يدل على ذلك قطعا، من مثله الآية الواضحة الدلالة على هذا الأمر، وهي قوله جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الخطاب لمن؟ للكفار، للكفار. فهؤلاء الكفار ما خطبوا في هذه الآية يعني بالحلال والحرام، لا، خطبوا بشيء واحد، بإعمال العقل. قل إنما أعظكم يا أيها الكفار، هذا التقدير، الذين لا تؤمنون بالله ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام، أن تقوموا لله، بمعنى أن تتجردوا لطلب الحق الذي جاء من عند الله. أنتم لا تؤمنون بالدين فتجردوا لطلب حقيقة الدين لكن بعقولكم. وقوله أن تقوموا لله مثنى وفرادى هو ضرب من الدعوة إلى التخلص من التأثيرات الاجتماعية. فطلب من الإنسان الكافر أن يفرغ لنفسه في خلوة مع عقله تجاه ربه. والمثنى في العربية ملحق بالمفرد وليس بالجمع، وإنما الجمع عندنا يبدأ بالثلاثة، كما في الحديث: والثلاثة أركبون. لأنه يعني إما أن يكون الإنسان إلى خلوة نفسه، وإما إلى خلوة مع خليله، صديق له يبثه أسراره. والجماعة تبدأ بالثلاثة، ولذلك يقولون: السر إذا جاوز الاثنين شاع. لأن غير توصلوا الثلاثة ما بقى سر، ولكن ما حدو بين جوج كيبقى سر، لأن الأخرج إما أنا إما أنت، أما ثلاثة كانوا حلو. فالمثنى ملحق بالمفرد، المثنى ملحق بالمفرد. فبمعنى إذن أن هذا الضرب من التخليص من التأثير الاجتماعي والعادات والتقاليد ليتحرر العقل، هذا الهدف، قصد الشارع هنا ليتحرر العقل. ولذلك قال: ثم، التي تفيد التراخي وتفيد الترتيب على زمن، أي لا بد أن تفعلوا هذه الأشياء، وبغير فعلها لا يمكن أن تتفكروا، لا يشتغل العقل حرا بضغط التقاليد. لابد أن تتخلصوا من التقاليد والعادات ليشتغل العقل حرا. فإذا تفكرتم ستصلون إلى النتيجة، وهي: ما بصاحبكم من جنة، أي أنه نبي حقيقي ليس مجنونا. فإذا كون العقل قادرا على الوصول إلى حقائق الأشياء هذا يقر به الشرع، وإلا فلا معنى لإناطة التكاليف بالعقل، وهذا إجماع لا خلاف فيه. وإنما أن الداعية أن العقل له قدرة التشريع باستقلال على الشرع، فهذا ما لا يمكن، ليس في التعبودية فحسب، لا، حتى في العادات كالبيوع والمعاملات والربويات، شيء كثير لا يستطيع العقل أن يصل إليها، فإن وصل فعلى غير تمام، كيكون ديما ناقص.
ولذلك طوروا الاقتصاد ولكن لا قدرة لهم على التخلص من الربا، لم ينفع العقل في نفي الظلم بل رسخه. ولا تجد تشريعا من التشريعات وأقول بإطلاق مهما كان خلا من الظلم والفساد إلا إذا كان تحت ظل الشرع. شوف قوانين الوضعية كيف دايرة، في أحسن أحوالها تجد فيها الحق على نسبة عالية، يعني تلقى 80% مزيان، معمرك ما توجد فيها 100%، 100% موجود فقط في الشريعة الإسلامية. لما؟ لسبب واحد، هو أن هذا الشرع أنزله رب العقول بينما قانونهم وضعته العقول، وفرق كبير بين ما يضعه رب العقول وينزله وبين ما تضعه العقول التي خلقها رب العقول جل وعلا. إذن نختم الأمر ونجمع المسألة في أن الحكم التكليفية والوضعية كليهما، سواء حكم تكليفي أو وضعي، قائمان على مصالح العباد، وهذا الذي صارت إليه الأمة إجماعا في المعاش والمعاد، وهذا هو الممهد إلى الكلام على مقاصد الشريعة في الأحكام لأنها مرتبطة بالعقول، ثم هي فوق العقول لأنها تخضع هذه العقول للتربية والتزكية. نفصل هذا الكلام بعد بعض التفصيل بحول الله في حلقة مقبلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.